كان في نشاطات عديدة يعني، بس إنه أكثر إشي عجبنا النشاطات الرياضية اللي كانت عملتها اللجنة الفصل الماضي، زي مباراة كرة القدم والنشاطات اللي عملت في الأولمبيات، كانت أشياء حلوة. أكثر نشاط عجبني السنة الماضية نشاط البطيخ. والله اللجنة أنشطتها كثير يعني، وبالأخص اللي عملته الدوري مثلا، عملت نشاطات كثير يعني، منها مثلا توزيع أسئلة سنوات. نشاطات اللجنة كثيرة يعني، بقدرش أحكي لك كم نشاط. مثلا زي السنة الماضية عملنا نشاط عجبني كثير، كان بالصيفية الماضية اللي هو كان البطيخ، كان يعني عجب وقته، كان الدنيا حر وكان بطيخ بارد وكان الوضع ممتاز يعني. غير عن توزيع الأسئلة سنة سنوات، غير عن محاضرات المراجعة، غير عن توفير الكتب، في مثلا المشروع تبع السنة هاي طقم كمان مرة بصير عندنا في القسم اللي هو كتابك اللي عندك، كان مشروع برضو ممتاز كثير. وأنا كمان يعني طلبت كتب واجتني لغاية عندي لغاية هون يعني. أكثر النشاطات اللي عجبتني توزيع الأسئلة، توزيع أسئلة السنوات السابقة، حيث أنها تفيد فعلا بالدراسة، خاصة كسنة أولى ما بتكون تعرف شو كيف نمط الأسئلة كيف بتيجي، ففعلا فادتنا بالدراسة يعني وعرفنا نمط الأسئلة اللي موجود. والله أسئلة السنوات يعني كانت مفيدة كثير لنا بامتحاناتنا، وساعدتنا يعني كثير على إنه تكون علاماتنا أحسن بالامتحانات. يعني هي الأنشطة كثير، بس يعني كوني 2012 اللي عجبني شغل اللجنة اللي هو أسئلة السنوات، حصص المراجعة. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء فعلا اللجنة الدورة الماضية، اللجنة الدورة الماضية يعني فعلا أعجبونا كثير، عملوا لنا نشاطات الحمد لله استفدنا واستمتعنا فيها. من أهم نشاطاتهم اللي عملوا لنا إياها مثلا الدورات اللي عملوا لنا إياها، عملوا لنا نشاطات كرة قدم، نشاطات شطرنج، دورات مكاسرة للقوة، فكانوا وزعوا علينا أسئلة سنوات سابقة، الحمد لله ما قصروا معنا بأي شيء. ما شاء الله بيشتغلوا صح وبفيدوا يعني أكثر شريحة الطلاب أكثر شيء. اللجنة يعني ممتازة جدا واشتغلت شغلها مزبوط. هي لجنة ممتازة وعندها نشاطات حلوة وبتساعد الطلاب كثير يعني، ويعني هم يعني فعلا مساعديننا كثير. والله انطباعي ممتاز يعني تمام. بصراحة اللجنة ما قصروا، اللجنة فعلا الحمد لله لجنة ممتازة، بعطيها 10 من 10. لا والله اللجنة يعني وضعها تمام يعني ما بتقصر، أسئلة فاضة وبروب وسنوات وأسئلة، اسأل زياد حتى. لا لجنة ممتازة يعني ما مش عليها حكي، ما شاء الله الشباب يعني بيشتغلوا وبتعبوا، الله يجزيهم الخير، و يعني كويس إنه أنا جاي مهندس كهرباء وفي عندنا لجنة قوية زي هيك يعني. لو مثلا نعمل زي دوري كرة القدم بس كرة سلة يعني، مثلا عندك لو طلبوا في توسيع القاعات مثلا. والله اقتراحات ما في يعني صراحة، يعني ما شاء الله عليك وكل شيء عاملينه وزيادة. رحلات أكثر من رحلة في عقبة يعني، غيروا النظام الرحلات، يكون مثلاً في تركيز لسوق العمل لبرا كطلاب خريجين أو طلاب لسه بعدهم بسوق العمل. يعني يكون تركيزهم مش على السنافر أو سنة ثانية، يكون تركيزهم على الخريجين واللي قبل الخريج مشان سوق العمل، ومشان يعني تعرفوا أكثر عن الحياة الخارجية بعد الدراسة. كأنشطة إنه يزيدوا من عدد، مثلا يعطونا دورات، يعطونا محاضرات زيادة في المواد، بكونها يعني أشياء مفيدة يعني للطالب. الأنشطة كثير يعني، هسه بدنا إياهم يعيدوا لنا، يحاولوا يدبروا لنا كمان دورات مثل المرة الماضية، يحاولوا يعملوا لنا كمان نشاطات رياضية مثلا دورات شطرنج. يعني اقتراح واحد، بدنا شو اسمه جهاز ويرلس عندنا في القسم. لا فادتنا في مجال أسئلة السنوات، فادتنا في مجال اللي هي توزيع ملخصات، غير إنه أسئلة السنوات في ملخصات فهم الطلاب من خلالها، فادتنا بمحاضرات إضافية، كانوا الطلاب يعني مشكورين بصراحة، يفضوا وقتهم ويجوا يفهمونا ويدرسونا أشياء زي هيك يعني. فادتنا بتنزيل الكتب، تنزيل الكتب وفرت علينا كثير يعني، خاصة الكتب والمانيوالات كثير استفدنا منها. احيانا ما بنقدر نحصل كقسمنا او اي قسم ثاني بياخذ مواد الكهرباء، ما بنقدر نحصل السلايدات او الشغلات اللي بتساعد ممكن في الماده، فطبيعي نروح لطلاب الكهرباء هم السورس تبعهم دائما لجنه هندسه كهربائيه، فشيء جميل يعني. والله برفع الراس لما نروح بنشوفهم، وزي ما تقول جارنا جيراننا، ودائما شغالين ما شاء الله عليهم، الله يقويهم. لجنة الهندسة الكهربائية الصراحة يشوف سمعتها جيدة بين الأقسام يعني بشكل عام، هي كهرباء، لجنة الكهرباء بالذات، فاهم كيف؟ إنه معظم الطلاب يعني بيطلعوا بيحكوا إنه بيعطوهم دعم،
يعني بيساعدوهم شوي، ممكن يساعدوهم صار مشاكل مع التسجيل، صار مشاكل الكلام، طبعا كتب توفرهم يعني بشكل مرن شوي، ما نقطع عن غيركم يعني. يعني بشكل عام بقيم اسم الهندسه الكهربائيه احسن من اي لجنه ثانيه. طبعا بداية يعني انتم عارفين ان العمل في اللجنة كعمل جماعي، يعني اكيد في وحدي ما راح اقدر اساوي اي شيء، يعني عمل اللجنة بشكل كلي هو اللي راح ينجح ويثمر يعني. واتوقع انه اللجنة اثبتت الفصل الماضي والفصول السابقة كلها يعني انجازاتها الكبيرة يعني وخدماتها للطلاب بشكل عام، ودائما احنا نسعى للافضل وتقديم اشياء افضل، وان شاء الله راح يكون في مفاجآت كثير الفصل الجاي يعني كما عودناكم يعني بلجنتنا الكريمة.